انتصار يا ليلى. هم التحقوا بمدرجات ملعب 5 جويليا منذ 6 صباحا. فتحت الابواب لم تخرج هذه الكره التوزيعه الجميله، هذه التوزيعه من شوباني ولكنها كانت بعيده 5 أمتار و50. منذ 6 صباحا التحقوا بمدرجات ملعب 5 جويليا الاولمبي على امل مشاهده هذا النهائي، وبالتالي لم يسكتوا يعني منذ وصولهم الى المدرجات، فقدوا نوعا ما. ونحن كذلك بلال التحقنا منذ 8 صباحا. فعلا هي ليلى التحقنا على الاقل ما زال نحتفظ ببعض الطاقه. هي كره اخرى لصالح المولوديه في لعب سقط على ارضيه الميدان. بن دبكة بعد احتكاكه بحشو. بن دبكة سفيان مرشح للانتقال الى الدوري البرتغالي، يعني لاعب بامكانيات كبيره، نتمنى له التوفيق. وتحيه الى العم بن دبكة الذي سبقه الى مدرسه النصريه. دافن من الطراز لي بن دبكة. بن دبكة رفقه يعني سمير عليش والبقيه، تحيه كبيره لذلك الجيل. بما اننا تحدثنا عن ذلك الجيل، وجب الحديث عن الجيل الذي اهدى النصريه اول لقب لها في كاس الجمهوريه واخر لقب الى حد الان، يا هشام بقصراوي في حراسه المرمى من اليمين لليسار، شعبان شعبان مرزقان وصفصافي، خديس رحمه الله، قندوز وزرابي وفرقاني وقنون وماجير وايد الحسين والعساسي، كلهم بصموا من ذهب في سجل الكره الجزائريه لما اهدوا النصريه لقب كاس الجمهوريه انذاك. لعبت النصريه بعشره عناصر بعد طرد زرابي في المرحله الاولى، ولكن كانت منهزمه امام شبيبه القبائل، لكن ايد الحسين وماجير كان لهم راي اخر وفازوا في الاخير. ثمان عناصر اساسيه في المنتخب الوطني. في المنتخب. والنهائي سمي بلال بان ذاك بنهائي الكبار امام شبيبه القبائل. جمبوجات ضد النصريه. فعلا. الملاحة ملاحة حسين داي تبحث عن لقب ثاني غائب عنها منذ مدة، ولو أنها تستحق يعني فريق نصر حسين داي في الكواليس وقبل المباراة والتصريحات وما قيل في الجرائد. اللاعبين فريق مولودية الجزائر يعني شبعين ألقاب من حيث كأس الجمهورية، ولكن حتى عناصر يريدون لأنه لها طعم خاص أو طعم خاص كأس الجمهورية، وبالتالي كل ما تتوج بها يا ليلى وإن توجت بها رفقة نصر حسين داي ستدركين طعم الكأس وحتى هشام على كل. لكن أكد فقط أنه نحن ننصر الفريقين أثناء المباراة فقط. حتى لا تكون لك مشاكل مع نصر الجزائر. بلال الفريقين على طرفي النقيض كما قلتها، لانه انطلق قاسمي من هناك ولكن الكره مسترجعه ما زال ساقط على ارضيه الميدان. لاعب النصريه صديقي والاخر لاعب مغترب لعب فيها من الاربعاء وشكل يعود الحكم ماذا يقول في اللاعب. فعلا اوقف اللاعب وكانت هجمه واعده للمولوديه، لذلك عمروش ينتقد قرار بالنسخ. يعني ولو انه بن دبكة او صديقي كان عليه تدخل من مقدام، حتى سقوطه كان سيء يعني. بلال نعم. تحدثت عن المرحوم قاسمي، نتحدث ونقف عند المرحوم حماني ربي يرحمه. فعلا وقفه خاصه عند هذا اللاعب خريج مدرسه اولمبي العناصر ايضا، رفقه غازي كريم والالماس والالماس ومازا محلل التلفزيون الجزائري والكثير من الاسماء الكبيره التي لعبت لفريق العناصر. هشام نبيل حماني في ظرف موسم فقط في نصر حسين داي كسب قلوب النصريه باخلاقه بمهارته وبلعبه النظيف وباخلاقه التي سبقت مهارته رحمه الله وكل فقيد للكره الجزائريه والتي منح لذلك ربما انصار نصر حسين داي يتمنون التتويج باللقب لاهداء هذه الفريق. فريق نصر حسين داي كان تذكر يعني بنات ستضاف سيضيفها حوسنية الحكم الرابع. فعلا الحكم فاروق حوسنية أشار له بالنوزة بثلاث دقائق وقت بدل ضائع من هذه المرحلة الأولى. المعتدلة دائما صفر مقابل صفر. عواج سيد أحمد يفتح اللعب على الجهة اليسرى من هناك لزغدان. زغدان المولودية لم تكن خطيرة خطورة النصرية في المرحلة الأولى. هل سنشاهد أشياء أخرى في المرحلة الثانية أم أنه المباراة